الذاكرة الأسبوعي الذي تنظمه الجريدة 1962 متزارة تاريخية فيها جرائم. ممثل السيد صالح قوجيل رئيس مجلس السيد بن عدودة مجاهد وإطار بفيدرالية جبهة التحرير الوطني. جيش الأمة الذي كلفني 17 أكتوبر بفرنسا اللي قام بها العدو الفرنسي، وتعلمون جميعا كم كان عدد القتلى وكم كان عدد التنكيل بالمناضلين والمناضلات في هذاك اليوم. في الحقيقة كانت مجزرة رهيبة، وكان يعني شيء رهيب جدا. التاريخ لا ينسى، والاستعمار هو سلسلة من الجرائم، وفي الجزائر كل أنواع الجرائم قامت بها فرنسا في هذا الشعب. شكون اللي دار لي زانفوماد؟ إي نا با ايتي لو بروميي. شكون اللي حرق لي شان المزارع نتاع الجزائريين باش يجوعهم؟ سي با لوي. كي امبوازوني لي زو، هادو ما يتكلموش عليه بزاف، سي غار وين نصيبو لامبوازونمون دي زو باش يموت بالحيوان بالانسان.